معنا عبر سكايب الدكتور محمد أبو الفضل بهلول، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة معسكر. دكتور أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. نتحدث حول أهم مقترحات التي بعثت بها الجزائر لشركاء الأفارقة خلال هذه القمة الاستثنائية لمجلس الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغيرات أو التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا وما ينجم عنها من اضطرابات في دول عدة في القارة الإفريقية وتدخلات أجنبية أيضا في مسارح عديدة في الدول الإفريقية ساهمت أيضا في عدم استتباب الأمن واللا استقرار في هذه الدول. من هذا الوضع اقترحت الجزائر آليات جدية سواء لتعزيز الجبهة الداخلية للدول الإفريقية ومن ثم توحيد الجهود أيضا والتحرك جماعية نحو محاربة آفة الإرهاب في القارة الإفريقية. الجهود الجزائرية الدبلوماسية منها كثيرة، خصوصا مع بعد عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة في العامين الماضيين. لجنة الدفاع على هذا الصعيد أيضا تحركت ونظمت يوما دراسيا بالبرلمان تحت شعار الجزائر وأفريقيا فرص وتحديات. دكتور، هل هي بداية صفحة جديدة ومسار جديد للتعاون بين الجزائر والدول الإفريقية، والجزائر اليوم مرشحة لقيادة الجهود الإفريقية سواء ما تعلق باستتباب الأمن في الدول التي تشهد اضطرابات وتعزيز الاستقرار في الدول الإفريقية وأيضا تعزيز جهود العمل المشترك بين الشركاء الأفارقة؟ أكيد لابد أن نشير على أن اليوم كما جاء في تقرير الاتحاد الإفريقي 15 دولة إفريقية و 133 مليون إفريقي يعانون من مأساة إنسانية نتيجة للإرهاب وعوامل أخرى. هذا الرقم الخطير والرهيب من شأنه أن يهدد الأمن القومي والاستقرار داخل إفريقيا ويؤدي إلى المجاعة. اليوم الجزائر باعتبار رئيس الجمهورية السيد تبون هو المنسق في العمل عمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا جاء بخريطة طريق من أجل إعطائها للمجموعة الإفريقية. خريطة طريق الجزائر نابعة أولا من حسن النية، نابعة كذلك من الثقة ما بين الدول الإفريقية وكذلك من خبرة الجزائر الطويلة في مكافحة الإرهاب. اليوم الجزائر جاءت بعمل استراتيجي نوعي وعمل إجرائي مبني على خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب، وأعتقد على أن الجزائر من خلال هذه الورقة قد شخصت أهم الأسباب التي جاءت بالإرهاب وذكرت جملة مهمة في التقرير على أنه يجب اليوم على المجموعة الإفريقية أن تتجه إلى معالجة جذور الإرهاب وأن لا تكون هنالك معالجة سطحية. فدعني أقول لك على سبيل المثال، الجزائر ذكرت بضرورة تجريم الفدية كمصدر أساسي لتمويل الجماعة الإرهابية. كذلك الجزائر تكلمت على عودة الأجانب المقاتلين في مختلف مراكز وأماكن الصراع إلى إفريقيا، بالإضافة إلى اتحاد الجماعات الإرهابية مع تجار المخدرات وتجار البشر وكذلك التهجير القسري. كلها عوامل أشارت إليها الجزائر كسبب من أسباب الإرهاب. والجزائر قدمت سخية من خلال تجربتها المريرة مثل ما قال عمامرة، ولكنها الناجحة في مواجهة آفة الإرهاب في الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نواصل مشاهدينا هذا النقاش سواء فيما تعلق هذا اليوم الدراسي الذي نظم بالبرلمان، الجزائر إفريقيا وفرص والتحديات، أيضا المقترحات التي تقدمت بها الجزائر والتقرير الذي عرضه وزير الخارجية مطال عمامرة خلال القمة الاستثنائية 16 لمجلس الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا. وجدد الترحيب بالدكتور محمد أبو الفضل بهلول، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة معسكر، أهلا بك من جديد. لو تساءلنا دكتور، التحركات والمقترحات الجزائرية دائما تحظى بالاحترام وأيضا ثقة وترحاب بالعودة أيضا للدبلوماسية القوية للجزائر، وهذه التحركات على أكثر من صعيد. هذه الثقة وهذا الدفء تجاه ما تقوم به الجزائر وما تقترحه إلى ما يرجع في الأساس؟
فيرجع أولا إلى التجربة الجزائرية. فقد دعني أذكرك بأن جملة مهمة جاءت في تقرير رئيس الجمهورية عندما قال أنه يجب أن يكون مكافحة الإرهاب في إطار جماعي وبشكل تضامني ما بين الدول الإفريقية. هذه هي النقطة الأساسية التي تنطلق منها الجزائر في بناء أرضية واستراتيجية وخريطة طريق لمكافحة الإرهاب في الجزائر، مبنية أولا على أساس حسن في خلل في التواصل مع الدكتور محمد أبو الفضل البهلولي. طبعا مثل ما كنا نتحدث، مشاهدين الجزائر تقدمت بمقترحات قوية خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية في إفريقيا. نتحدث عن عرض الجزائر لإنشاء القائمة الإفريقية للجماعات الإرهابية، وتفعيل أيضا مذكرة التوقيف الإفريقية وصندوق الاتحاد الإفريقي الخاص بقائمة الإرهاب. أهلا بك دكتور من جديد. فقط تكمل الفكرة فيما تساءلت قبل لحظات، إذن دائما تحركات الجزائرية تحظى بالثقة وأيضا ينظر إليها بالإيجابية تجاه تعزيز العمل المشترك، ومسعى الجزائر واضح استعادة دور إفريقيا في العالم والدفاع عن القضايا التي همشت كثيرا في إفريقيا، إفريقيا التي لعقود وهي ضحية سياسات غربية وضحية لا استقرار مصطنع من طرف هذه الدول. بالتالي ما السبب الرئيسي لهذه النظرة الإيجابية والترحاب تجاه كل هذه الخطوات التي تقوم بها الجزائر والثناء على مقترحاتها في كل محافل؟ لابد أن نشير أن إفريقيا هي القارة الأخيرة التي تعاني بكثافة هذا الإرهاب. هذا ما صدر عن الاتحاد الإفريقي مقارنة بالقارات الأخرى، وأنت أشرت إلى ذلك ضمنيا على أن هنالك أسباب، ولعل أهم أسباب وهو التدخلات العسكرية الغير قانونية في بعض الدول الإفريقية من قبل الدول الغربية، زاد من وطيرة الأعمال الإرهابية، بل قام بتمويلها وكذلك قام بإسنادها، وهذا الشيء خطير للقارة الإفريقية. فلو نرجع إلى المقترح الجزائري والقبول من قبل المجموعة الإفريقية، يرجع أولا إلى أن الجزائر تتعامل في إطار العلاقات الدولية أولا على احترام مبدأ السيادة لكافة دول إفريقيا والتعامل بالمثل. كذلك الجزائر تتعامل على أساس أنها شريك موثوق فيه بالإضافة إلى خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب. كذلك الجزائر تتعامل في إطار العمل المشترك والعمل الجماعي والتضامن ما بين الدول الإفريقية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، انطلاقا من هذه المبادئ الأساسية التي تؤمن بها الدبلوماسية الجزائرية. فمثل هذه المبادئ تجعل أفكار الجزائر مقبولة من قبل المجموعة الإفريقية للقضاء على ظاهرة هذه الخطيرة. فدعني أقول لك اليوم على أن القارة الإفريقية هي أكثر القارات التي تعاني من الإرهاب، هي أكثر القارات التي يعاني سكانها من المعاملات اللا إنسانية، هي أكثر القارات المتضررة والتي انتشرت فيها الجماعات الإرهابية بشكل رهيب. كذلك في ظل هذه المتغيرات الدولية، وهنا أذكرك بما يحدث في ليبيا، فقد صدر تقرير عن الاتحاد الإفريقي على أن انفلات السلاح في ليبيا أدى إلى ارتفاع وانتشار ظاهرة الإرهاب لا سيما في منطقة الساحل. اليوم الجزائر من خلال هذه ورقة طريق جاءت بأفكار جديدة، بأفكار استراتيجية، على غرار كما جاء ذكره في تقريرك أن تكون هنالك قائمة إفريقية موحدة للأشخاص الإرهابية والكيانات الإرهابية. هذا القرار أو هذا المقترح يعتبر مقترح إجرائيا، ويعطي للمجموعة الإفريقية أحد الآليات من أجل متابعة ومكافحة الأشخاص والمنظمات الإفريقية، وبهذا يكون العمل جماعي، بالإضافة إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب أموال كبيرة، الشيء الذي جعل من الجزائر أن تعمل على استيقاظ بالشعور المجموعة الإفريقية من أجل التمويل وجمع الأموال لهذا الصندوق والقضاء على إفريقيا.
ونلاحظ نقطة مهمة أساسية نظرا للتغيرات الدولية، هنالك تراجع من المجتمع الدولي بظاهرة الإرهاب لا سيما في القارة الإفريقية، وكأن الجزائر تقول لإفريقيا كأن الجزائر تقول للمجموعة الإفريقية علينا أن نعتمد على أنفسنا في مكافحة الإرهاب، كأن الجزائر تقول للمجموعة الإفريقية يجب علينا خلق آليات إفريقية، لا ننتظر من المجتمع الدولي الشيء الكثير، ولأن المجتمع الدولي تناسى مكافحة الإرهاب في إفريقيا نظرا لما يحدث في العالم. كلها عوامل أساسية جعلت من خارطة الطريق مقبولة، وكذلك من خارطة الطريق كضمان للمجموعة الإفريقية لمواجهة هذه الظاهرة. هذا التحرك الإفريقي المشترك لمكافحة آفة الإرهاب، طبعا أنت ذكرت نقطة جد مهمة، هو تراجع الدعم الدولي فيما يخص محاربة الإرهاب في القارة الإفريقية، وكان هذا نداء من طرف سيد العمامرة للمجتمع الدولي زيادة مساعدتهم الدول الإفريقية الأعضاء لدعم جهود مكافحة الإرهاب، والتركيز أيضا على المعالجة الجذرية ومعالجة أسباب هذه الآفة في القارة الإفريقية. لو نذهب إلى تركيز الجهود الإفريقية لمعالجة أزمات إفريقيا بحلول إفريقية، طبعا هذا ما نادت به الجزائر مرارا في كثير من المناسبات، أن تكون الحلول للقارة الإفريقية نابعة من إفريقيا بعيدا عن أي تدخل أجنبي، سواء في ليبيا في أيضا الساحل، الكثير من الأزمات التي مرت بها وتمر القارة الإفريقية. لكن لو نعمل تشخيص الوضع الآن في القارة الإفريقية، هل هناك استعداد من الجانب الإفريقي ومكافة الدول الأعضاء على الانتقال من هذا العمل الانتقائي الفردي لمكافحة الإرهاب، وأيضا الاصطفاف مع طرف ضد طرف آخر، ضد أيضا هذه الجهود للملمة الجهد الإفريقي محاربة الإرهاب؟ فيه نضج اليوم من كافة الشركاء الأفارقة الانتقال إلى عمل جماعي موحد، وبالتالي الحديث عن إنشاء أو تأسيس هذا النوع من الآليات المشتركة بين كافة الدول الأعضاء في إفريقيا؟ حقيقة فيه الشعور من المجموعة الإفريقية بأن المجتمع الدولي أو حتى المنظمات الدولية أصبحت اليوم نقولها بصراحة مسيسة، ولن تفعل الشيء الكثير لإفريقيا إلا في إطار محدود. هذا الشعور بالنسبة للمجموعة الإفريقية من شأنه أن يحرك الأفارقة والدول الإفريقية من أجل إيجاد آليات تتماشى والطبيعة الإفريقية. لماذا؟ لأن كل الحلول التي كانت تأتينا سواء من المنظمات الدولية لم تأتي بالجديد ولم تأتي بالفعالية والتأثير للمجموعة الإفريقية. لابد اليوم على الدول الإفريقية في إطار منظم وفي إطار الهيكل الإفريقي المتمثل في الاتحاد الإفريقي أن يجد آليات. على الرغم من وجود هذه الآليات، لكن رسالة رئيس الجمهورية أشارت إلى تفعيل هذه صحيح. الآليات على غرار المركز الإفريقي للبحوث في مكافحة الإرهاب، على غرار لجنة الأمن والاستخبارات الإفريقية في مكافحة الإرهاب، وكأنها نوعا ما معطلة، على غرار كذلك الصندوق الإفريقي لتمويل لمكافحة الإرهاب. كلها آليات متوفرة في الاتحاد الإفريقي إلا أنها ليست مفعلة تفعيلا كما ينبغي من أجل القضاء على الظاهرة. أنت أثرت إلى نقطة جد مهمة عندما تكلمت على المجهود الفردي للجزائر، أنا أعطيك سبيل على تعزيز المنظومة التشريعية، فنجد في قانون العقوبات على أن القانون الجزائري يعاقب أي جزائري يشارك في حرب خارج الجزائر. هذا النوع من القوانين لا نجده في الدول الإفريقية، على أن الجزائر تكافح في المحافل الدولية على توقيف الفدية كأحد أهم مصادر المتعلقة بتمويل الإرهاب، على أن الجزائر تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، وسبق لتقرير السفير الجزائري على أنه كشف على رقم ومؤشر مهم على تفكيك الجماعات التي تتاجر في البشر. لماذا؟ لأنها كلها عوامل تدفع بالإرهاب. هذا المجهود الفردي، تريد الجزائر أن تجمع هذه المنظومة القانونية وتعطيها للمجموعة الإفريقية كنموذج من أجل التعامل به، كنموذج من أجل مكافحة الإرهاب، كنموذج ولما لا لتوحيد التشريع الإفريقي، وبالتالي الجزائر
الأقل من تجربتها في مكافحة الإرهاب، سواء التجربة الأمنية أو التجربة القانونية، انطلاقا من حسن نية الجزائر، انطلاقا من العمل بطريقة التعاون والشراكة وترفض التدخلات العسكرية، فتكون لها مصداقية وتكون كشريك موثوق فيه في المجموعة الإفريقية للقضاء على هذه الظاهرة الخبيثة. دكتور، اليوم هل هذه العودة مثل ما قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان قبل لحظات على المباشر، تأخرت الجزائر في العودة إلى العمق الإفريقي لكنها عادت وعادت بقوة خلال العامين الأخيرين على الأقل، هذه العودة هل غذت بشكل سريع هذا التوجه الإفريقي للاعتماد على الجهد الإفريقي لمعالجة أزمات إفريقيا والمطالبة الآخر بنوع من الاحترام وكذلك أخذ مكاسب فيما يخص المؤسسات الأممية مجلس الأمن؟ والجزائر طالبت مرارا بمقعد دائم لإفريقيا ورفع هذا الظلم الذي تعرضت له القارة الإفريقية في المؤسسات الأممية. هل هذه العودة القوية أيضا خلقت هذا النوع من الجهد الجماعي والإيمان بالجهد الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي؟ أكيد ما جاء على لسان رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان شيء مهم، وتكلم وقال أن الجزائر ترافق إفريقيا. حقيقة نقولها بصراحة، الجزائر كانت متأخرة لسيما في البنية التحتية لربطها مع دول الجوار على غرار نيجيريا والنيجر التي تحدها من الجانب البري. كذلك لابد للجزائر أن تكون لها نفوذ اقتصادي في منطقة الساحل، وهذا تأخرنا فيه نوعا ما لسيما في العشرية الأخيرة نتيجة لسياسات خاطئة. لكن أعتقد على أن اليوم صانع القرار تدارك هذا الأمر عندما قام رئيس الجمهورية بإعادة إنشاء الوكالة الدولية للتطوير والتي يترأسها السيد شفيق. هذه الوكالة التي لها دور دبلوماسي كبير ومهم في ربط العلاقات وتطوير العلاقات من مختلف الجوانب. دعني أذكرك بنقطة جد مهمة، وهو حتى أن الجزائر في إطار مكافحة الإرهاب كان لدينا رابطة الأئمة لمنطقة الساحل، هذه كانت تدخل في إطار مكافحة الإرهاب من الجانب الديني والجانب الروحي، واستغلته الجزائر استغلالا كبيرا عن طريق مشايخ الزوايا في المنطقة وعن طريق النفوذ كذلك الزوايا الجزائرية في مختلف مناطق ودول الساحل. كلها نقاط ومجهودات قامت بها الجزائر. اليوم المجموعة الإفريقية لديها شعور كبير، وأكيد أن المنظمات الدولية، ونقولها بصراحة وأنا كمختص في العلاقات الدولية نظرا لأنها مسيسة تسييسا كبير، لم تعد تأتي بنتائج فعالة وإيجابية للقارة الإفريقية. لذلك هنالك ضمير إفريقي استيقظ من أجل إيجاد آلياته لنفسه ومكافحة هذه الظاهرة بآليات إفريقية. ضمير إفريقي استيقظ، تجلى ذلك في الساحل وفي مالي بالضبط، التي طالبت القوات الأوروبية والقوات الفرنسية بالمغادرة. فرنسا زعمت لسنوات أنها تحارب الإرهاب، والإرهاب ما زال باقي في إفريقيا، واليوم فيه رفض لوجود هذه القوات في مالي والكثير من دول الساحل. وأيضا اليوم هناك قناعة بأنه التدخل الأجنبي سواء من فرنسا أو غيره في الدول الإفريقية يعقد من الأزمة ولا يحلها في نهاية المطاف. حتى ملف مكافحة الإرهاب سويسة وكذلك استعملته هذه الدول الكبرى في إفريقيا، كثير يشاطر هذا الرأي، وأن هذه الدول في النهاية اقتنعت بضرورة عدم تدخل هذه الدول في سواء إفريقيا أو في الشرق الأوسط. كثير من الدول بات لزام الاعتماد على النفس في مكافحة هذه الآفة أو إعادة الاستقرار إلى الدول الصديقة والجارة في إفريقيا. هل كذلك ترى أنه لو أخذنا بهذه المقترحات التي تقدم بها الجزائر سنصل إلى رد فعل إفريقي يدافع عن إفريقيا عندما نتحدث عن ليبيا مثلا أو نتحدث عن أي دولة أخرى، أن يكون هناك تحرك في الميدان لدول إفريقية تدافع عن دولة عضوة في الاتحاد الإفريقي؟ أكيد اليوم أنا أعتقد على حسب تصوري في إمكانية لإنشاء قوة إفريقية
في إطار حقيقة في إطار الشرعية الدولية وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي. هذه القوة العسكرية الإفريقية من شأنها أن تقوم أولا في التدخل في إطار الشرعية الدولية في أي بؤر من بؤر التوتر داخل إفريقيا. أنت أشرت إلى نقطة مهمة، إلى التدخل العسكري في المالي، كان شيء خطير والشيء رهيب بالنسبة للأفارقة وبالنسبة لمنطقة الساحل. وقبل أيام كان مبعوث الجزائر لدى الأمم المتحدة أشار في تقريره حول الهجرة الغير الشرعية إلى وجود سببين مهمين، هو سبب الاستعمار ولابد من تصفية الاستعمار في إفريقيا لا سيما في الصحراء الغربية، والسبب الثاني وهو ما يسمى بالإرهاب، هما سببين أساسيين في الهجرة الغير الشرعية. كان فيه مخطط خبيث لإغراق الجزائر بالهجرة الغير الشرعية، وأنا على حسب تصوري يساهم في هذا المخطط الجيش الفرنسي الذي كان متواجدا في المالي وكان يساهم في مثل هذه العمليات الهجرات الغير الشرعية بالنسبة للجزائر، كلها مخططات خبيثة وممنهجة لضرب الدول الإفريقية، لزرع البلبلة والفتنة في الدول الإفريقية، وكذلك لزرع النزاعات المسلحة. اليوم الأشقاء الماليين استيقظوا، أنقضوا جميع الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، انسحبوا من مجموعة العسكرية المؤخرة التي لم تأتي بشيء جديد والتي كانت تديرها فرنسا من بعيد. اليوم أصبح بالنسبة للأفارقة أنا على حسب تصوري وتقديري من الضروري تشكيل قوة عسكرية، تشكيل مفوض إفريقي، ولما لا أن يكون في ليبيا ويكون في إفريقيا لحل المشاكل الإفريقية بدعم المجموعة الإفريقية. لابد اليوم على المجموعة الإفريقية أن تجد حلولها بنفسها. في الأخير دكتور، هذه المقترحات خصوصا الميكانيزمات التي يمكن تفعيلها على أرض الواقع، تعتقد لو تشاطرت هذه الدول الإفريقية وتحركت لتجسيدها على أرض الواقع، سواء ما اقترحت هو الجزائر بإنشاء قائمة إفريقية موحدة للجماعات الإرهابية، أو أيضا تفعيل مذكرة التوقيف الإفريقية كآليات مشتركة وتعود بالنفع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي كتنسيق للجهود في محاربة آفة الإرهاب. اليوم الجزائر قدمت مقترحات إجرائية قانونية وكأنها تضع المجموعة الإفريقية أمام مستقبل كبير، وكأنها تضع المجموعة الإفريقية أمام إجراء قانوني موحد. هذا الإجراء القانوني الموحد هو الطريق الوحيد والطريق الصارم والردعي لمكافحة الإرهاب، ألا وهي تقنين قائمة إفريقية موحدة بأسماء الإرهابيين وكذلك بأسماء الكيانات الإرهابية. وهنا تبرز نية الدول الإفريقية في مدى مصداقيتها في مكافحة الإرهاب من عدمه، وأعتقد أنا على حسب تصوري أن العديد من الدول الإفريقية سوف تتجه في هذا الاتجاه من أجل ضبط قائمة لمكافحة الإرهاب. لماذا؟ لأنه عمل جماعي، بالعكس إن القانون الدولي يلزم على الدول الإفريقية العمل وبصرامة من أجل مكافحة الإرهاب. ها هي اليوم الجزائر تأتي بمقترح قانوني إجرائي عملي وكذلك ناجع وله آثار قانونية، ألا وهو وضع قائمة للأشخاص والكيانات الإرهابية من أجل القضاء على هذه الآفة وكذلك مكافحتها، بالإضافة إلى مقترح آخر وهو متعلق بالتمويل. لابد على وفي الأيام القادمة سوف يأتي مؤتمر المانحين لهذا الصندوق، لابد على المجموعة الإفريقية أن تبين حسنيتها في مكافحة الإرهاب من خلال مساهمتها في هذا الصندوق، بالإضافة إلى أبحاث علمية عن طريق مركز البحث الإفريقي دراسات في الأمن ومكافحة الإرهاب، كلها استراتيجيات وجزئيات مهمة قدمتها الجزائر للمجموعة الإفريقية.